شروق محمد بحضر كورس بالي. في العموم انا كان من زمان بتعلم بالي بس انا بقالي هنا 3 سنين. اكيد طبعا تعلمت بالي ده اول حاجه, بس اكتر حاجه هنا حبيتها في مكان المكان يعني بحس انه فريندلي اكتر, او يعني حاسه ان مش رايحه كورس, او يعني انا رايحه اعمل حاجه انا بحبها مبسوطه مع الناس اللي معاهم. بس انا شايفه مناسب لاي سن, بس لحد يكون حابب الموضوع, عشان اي حاجه في العموم بتبقى صعبه, بس لو انا حباها هستحملها لغايه ما اوصل للتارجت اللي انا عايزاه.